آخر اتصال الراوي من العراق. أهلا يا راوي. ألو. مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام، ورحمة الله، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. حياكم الله، تفضل لدي سؤالين إن شاء الله على أوجه الإلكترونية يا شيخ، جزاه الله تفضل خير. تفضل. السؤال الأول، أنا في رمضان بعد شهور أنظف أسناني بفرشاة الأسنان، لكن بعد أن أستيقظ أجد في فمي دم، هل هذا يفسد الصوم؟ طيب، وكذلك بالنسبة للبلغم، يعني هل يجب إخراجه أثناء الصوم؟ هذا السؤال الأول. طيب أخونا يسأل سلمكم الله عن البلغم، هل يجب إخراجه في نهار رمضان؟ بالنسبة لمن طلع له بلغم أو أي شيء من المعدة حتى تجاوز المريء ودخل في فمه، فأمكن طرحه فحينئذ يتعين عليه طرحه. أما ما كان من الخيشوم والمخاط والبصاق فهذا لا يبطل الصوم. الذي يبطل الصوم هو الشيء الطالع من المعدة، وكذلك الشيء الذي له حقيقة يمكن أن يبتلعه الإنسان، ليست كالريق الذي يجري دائما في الفم. ابتلاع الريق لا يؤثر في الصيام، وكذلك المخاط الخفيف. وأما الشيء الغليظ المتكون فهذا إذا أمكن طرحه وجب أن يطرحه ولا يحتمل له ابتلاعه. البلغم لا يرجعه. إيه نعم. طيب، يسأل ذات ليس البلغم وحده، وكذلك الصفراء، وكذلك كل ما فيه ما يصعد من المعدة، فإذا وصل إلى الحلق وأمكن طرحه وجب عليه طرحه، وإذا ابتلعه أفطر بذلك. حفظكم الله. يعني ربط هو في حديثة بعد السحور أنه غسل أسنانه بالمعجون ثم وجد دما في الصباح، لست أدري لماذا الربط هنا، لكن لعلكم ترشدونه في هذه المسألة. بالنسبة لاستعمال المعجون قبل هو استعمل المعجون قبل أن قبل السحور قبل لا بعد السحور استعمله بعد أن أصبح صائما. نعم، بعد أن أصبح صائما استعمله وهو صائم. إذا كان المعجون نفاثا يصل إلى الحلق وذاق طعمه استطاع أن ينفذ أن يخرجه ولم يخرجه، فحينئذ يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان استعمله في آخر الليل وبقي من طعمه شيء أو من أثره أو وجد أثرا أو طعما فلا يضره ذلك. نعم. طيب، وجد دما بعد ما استيقظ، الدم لا علاقة له بالاستعمال المعجون.